اهلا بيكو. النهارده هحكي لكم قصه بسيطه هنتعلم منها موضوع كبير. بص، كان في واحد بيتمشى في جنينه، وهو ماشي في الجنينه دي خبط في شجره. لما خبط في شجره في شوكه دخلت في ايده، اوكي، شوكه صغيره كده. المهم الراجل لما الشوكه دخلت في ايده، مش بدل ما يشيلها ساعتها سابها وروح البيت بالشوكه. المهم لما روح البيت قعد يبص للشوكه كده، اشيلها اسيبها اشيلها اسيبها. قال لك انا هجيب كريم كده مخدر موضعي احطه بحيث ما احسش بوجع الشوكه. وفعلا حط الكريم، راح الوجع والدنيا بقت تمام، مفيش حاجه. المهم الراجل ده جه ينام بالليل، فهو بينام ويتقلب كده، المخده خبطت الشوكه فضربت في العصب برضو، حس بوجع جامد. المهم الراجل معرفش ينام، وقام الصبح قال لك اعمل ايه اعمل ايه، الشوكه دي اللي تعبالي حياتي. المهم قال لك خلاص، انا هجيب بوكس كده ولا هجيب علبه صغيره كده تداري على الشوكه بحيث مفيش حاجه تخبط الشوكه دي. وعمل كده ونجح الموضوع وبقى ينام. المهم الراجل راح الشغل وراح يخرج مع اصحابه، فكل ما يقابل حد الناس تحطم بقى وتسلم، وحبيبي وازيك مش عارف ايه، فيقوم الناس خابطين البوكس وخابطين الشوكه وتوجعه تاني. فيقوم الراجل قاعد يفكر في البيت اعمل ايه في الشوكه المجننه دي، برضه كان ممكن يشيلها. لا، المهم قاعد يفكر خطط اعمل ايه. قال لك بس خلاص، انا هعمل جهاز، الجهاز ده هيغطي لي على وجع الشوكه ومش هحس بيه، مش زي مثلا العلبه وحاسس بيها طول الوقت مش هحس بيه. المهم قعد يخترع الجهاز ويقرا على الانترنت ويشوف الابحاث ومش عارف ايه. المهم عمل جهاز بسيط كده، الجهاز ده بيتشحن في الكهرباء وهتحطه هنا مش هتحس بيه ومش هتحس بالشوكه. فما حط الجهاز ده وابتدى ينام 100 100، يروح الشغل 100 100. فالناس قابلته قالت ايه يا عم الجهاز ده، فيه ايه في ايدك؟ قال لهم لا، ده قصتي، انا عندي شوكه وانا عملت الجهاز ده بحيث ما احسش بالشوكه. قالوا له ايه ده يا عم، ده اختراع، انت المفروض تتكلم على الكلام ده في الفيسبوك وتطلع كده في البرامج وتتكلم عليه، انت ممكن تعمل شغل اصلا، تعمل بيزنس، انت هتلاقي في ناس نفس الموضوع عندهم نفس الشوكه عاوزين يداروا عليه. المهم الراجل طلع في التلفزيون وقعد يعمل برامج ويتكلم وجروبس وبتاع، ودخل على الفيسبوك وبقى سيلز وباع وعمل ايه، ربح جامد من الموضوع ومن من الجهاز ده. طيب انا مش فاهم، انت بتحكي لنا ليه الشوكه وجهاز؟ مع الراجل تمام اهو. لا، ما هو الجهاز ده بقى، بص، هو كان كبير الجهاز وبيتشحن بجهاز تاني وحاجه كده. كان كل ما يخش البيت عنده الباب يضايقه لان الباب صغير، فالراجل ابتدى يقول لك ايه، خلاص اكسر الباب واوسعه بحيث اخش بالجهاز واطلع ما فيش حاجه تضايقني. مش بس كده، قال لك برضو جدار الحمام اكسره وخصب وغير السباكه وغير تركيب البيت كله عشان الجهاز، ويطلع بالجهاز ويخش بالجهاز. مش فاهم، ان الشوكه دي كان ممكن نشيلها. وده اللي احنا عايزين نتعلمه بقى، كل واحد فينا عنده شوكه ممكن يغير حياته وسنين من عمره تضيع، ويصرف فلوس ويضيع علاقات ويشوف علاقات تانية ويشوف حاجات عشان عنده شوكه ما كان مش سهل ان هو يسيبها او يشيل الشوكه دي. طيب اديني مثال. نفترض مثلا واحد عنده عقده مثلا ان هو ما اتجوزش، يعني واحد كبير في السن ما اتجوزش، ولا بلاش حتى صغير في سنه ما اتجوزش، ودي لسبب ما نعرفش شوكه عنده. بسبب الشوكه دي حساسيه من الموضوع ده، تلاقيه مثلا ايه يقول لك كونشسلي ولا سب كونشسلي، يعني اراديا لا اراديا كده، واعيا لا غير واعي، مش هيخش على الفيسبوك ليه؟ عشان مثلا اشوف ناس مش متجوزه فاكرين ان انا مش متجوز فيخبطوا لي الشوكه. وممكن اروح مكان فرح ولا بتاع، بلاش اروح الافراح ولا اروح التجمعات لان في ناس هيبقى متجوزه ممكن يقولوا لي اتجوزت ليه وطلقت ليه وانفصلت ليه وانت صغير ليه وانت كبير ليه، هيخبطوا لي الشوكه وهتوجعني. ده مش كده بس، انا ممكن اعمل جروب بقى على الفيسبوك اللي يشجع العزوبيه دي احسن من الجواز، اوكي، والناس هتنضم ليها، واعمل كتاب عن الموضوع ان العزوبيه احسن. انا مش بقول يعني الجواز احسن ولا العزوبيه احسن، انا بقول بس يعني شايف انت لما يبقى فيه شوكه انت ممكن حياتك وترتيباتك وكلامك وخروجاتك ومين الناس اللي هتقعد معاهم ومين الناس اللي مش هتقعد معاهم وهتقضي وقتك ازاي، كله بسبب الشوكه. اديني مثل تاني. طيب اديني مثل تاني. واحد مثلا عنده احساس بالنقص، اوكي، يقوم ايه يشتري لبس مع ان هو مثلا ما معهوش فلوس كتير، يشتري لبس غالي قوي عشان يداري على شوكه الاحساس بالنقص، اوكي. بس حتى انت لو عملت كده، الحاجات اللي انت هتستخدمها عشان تداري على الشوكه هتبقى هي مصدر للوجع برضو، يعني في الحقيقه. ليه؟ لان انت لو جبت لبس غالي عشان تداري على الشوكه
هيجي واحد يقول لك ايه يا عم التيشيرت ده مش عاجبني، اوه يقوم الشوكه تخبط الشوكه كده، تحس باحساس بالنقص تاني. يجي مثلا تجيب عربيه غاليه كبيره عشان تبهر الناس، فتدري على الاحساس بالنقص على الشوكه. يجي واحد يقوم بمسمار ومعلم لك عليها كده، اوه اكنه علم على وشك. ليه؟ لان انت هتحس بوجع الشوكه تاني. تيجي مثلا انت تصاحب ناس كتيره وتعمل علاقات كبيره مش عشان بتحبهم، عشان تداري على احساسك بالنقص او احساس بالوحده، اوكي. يجي الناس دي بقى عارف ان انت عملتهم دول عشان تداري الاحساس بالشوكه ده، يبقى هم مصدر الوجع. ليه؟ لو مثلا المجموعه دي خرجت وراحوا السينما وما اتصلوش بيك، هو الشوكه بتخبط كده، تحس بالنقص تاني، تحس بالوحده تاني، وهكذا. كل ما عندنا شوكه ونغير حياتنا وعلاقاتنا والاماكن اللي بنروحها والناس والاشياء والمشتريات والمش عارف بقى عد، يعني عشان تداري على الشوكه ده ممكن يعمل يكون سبب للوجع، مش حاجه هتريحك من وجع الشوكه. فتخلص من الشوكه. الشوكه دي ممكن تكون احساس بالنقص، احساس بالغيره، احساس بالغضب، عادات سيئه، ممكن علاقات مش مريحه، ممكن تعلق بحاجات مش كويسه، ممكن اي حاجه. شوف انت ايه الشوكه اللي بتدور حياتك وتخلص منها. طيب هتيجي تقول لي بس التوتر والخطب والاحاسيس دي موجوده جوه، انا فاهمك فاهمك بس مش عارف اتخلص منها. ده اللي هنشوفه بقى الحلقه الجايه.